قال عليه الصلاة والسلام: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام. وهل استحلف عليه الصلاة والسلام حتى يحلف؟ الجواب لا. فلو قال قائل: بماذا توجه الآية؟ قال عز وجل: واحفظوا أيمانكم كي لا تحلفوا إلا بقدر الحاجة. الجواب عن هذا أن الحلف من غير استحلاف في الأمور المهمة للتأكيد عليها مستحب، ولا شك أن هذا من الأمور المؤكدة المهمة، فحلف عليه الصلاة والسلام. ولذا أمر جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يحلف على قيام الساعة في 3 مواضع. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وقال عز وجل: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. وقال تعالى في الموضع الثالث: ويستنبئونك أحق هو قل إي، يعني نعم، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وقد حلف عليه الصلاة والسلام في مواضع متعددة ولم يستحلف، من باب التأكيد على هذا المخبر عنه. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من أمثلة حلفه عليه الصلاة والسلام من غير استحلاف، قال: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أخرجه البخاري ومسلم.